إلى فعالية اليوم هي تخريج مجموعة من طلاب دبلوم عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة. يأتي هذا التدريب في إطار الاهتمام المستمر لمديرية صحة إدلب ولشركائها في المنظمات الإنسانية لتطوير العمل الطبي في قطاع الصحة وخاصة في مجال الأطفال وحديثي الولادة. كون الحاجة ماسة بسبب مجموعة من الظروف المحيطة، تم العمل على تطوير هذه الكوادر ورفضها ببيانات علمية وممارسة سريرية ضمن مشافي محددة. كان دبلوم ذو قيمة علمية عالية، استفدنا منه مهارات علمية وعملية جيدة جدا، استفدنا منه بإسقاطنا على شغلنا بالمشافي الموجودة في المحرر، رفعنا السوية العلمية وتعلمنا شيء جديد. استغرقت منه شهور، واجهنا كتير صعوبات، لكن هذا الدبلوم ما بننكر انه قدم لنا كتير تسهيلات، قدم لنا معلومات كتير كبيرة ضمن قطاعنا، ادت الى زيادة مهارتنا، ونحن بالنسبة لنا رح نحمل هاي الرسالة للكوادر رفقاتنا، رح نكون عونا لنا ورح كمان نكون كفء بتقديم كل المهارات ممكن احنا نساعد فيها.